السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع محسن عدس. الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن هيكل سليمان وإيه هو هيكل سليمان، وده طبعا الجزء الثالث من السلسلة اللي أنا بدأتها من يومين. هسيب لكم برضو في الآي اللي فوق دي الجزء الأخير اللي أنا كنت اتكلمت فيه عن قصة أصحاب السبت، وبرضو اللي حابب يشوف الفيديو اللي قبله إن شاء الله. طبعا عشان برضو ما اطولش عليكم في الفيديو، كان في ناس بس نوهت ان انا بقرا من اللابتوب او حاجه، فانا بصراحه من الشخصيات اللي هي النسايه شويه، صعب قوي حته الاستذكار عندي، فبضطر ان انا اقرا، غير ان انا بتكلم طبعا في حاجات حساسه لازم اكون عارف كويس قوي انا بقول ايه، واجيب المعلومه وادي لك المعلومه الصحيحه. ما ينفعش ان انا اغير في كلام او اغير في الفاظ، عشان ما حتى عارفين هما بيتلككوا وبيمسكوا في الحاجات اللي زي كده. عشان ما نطولش في الموضوع نخش في موضوعنا بتاع النهارده ان شاء الله. بالنسبه لهيكل سليمان، اولا لم يرد ذكر لهيكل سليمان في القران الكريم، وانما اشار القران الى قصر سليمان عليه السلام المصنوع من القوارير، وهو ايه في الاعجاز والجمال، حتى ان ملكه سبأ اسلمت لله رب العالمين بعد مشاهدتها هذا الإنجاز المعجز، وطبعا احنا عارفين القصة. قال تعالى: قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هي لما شافت الصرح كشفت عن رجليها، زي ما يكون مثلا تدخل كده على مكان فيه ميه فبتكشف عن رجلك، يعني لو انت لابس جلباب او لابس حاجه عشان ما تتبلش ميه، ف يعني بتشمر رجليك شويه كده عشان الميه. فمن كتر الانبهار اللي هي شايفاه، اللي احنا بنتكلم اليومين دول عن ثلاثي حاجات، ثلاثيه الابعاد وال9 دي وال7 دي والكلام ده، سبحان الله شايفين كان ايامها هي فعليا من كتر جمال البناء وعظمته فكرت ان في ميه اساسا على الارض، مفيش ميه ولا حاجه، بس هو فعليا الانعكاس او الشيء البناء اللي كان معمول ده من اعجازه ان هو كان باين ان في ميه، فكشفت عن رجلها فعرفت ساعتها ان سيدنا سليمان ده فعلا هو النبي عليه الصلاه والسلام، هو نبي والمفروض ان هي تامن بربه سبحانه وتعالى. كما اشار القران الكريم الى ان الشياطين والجن كانوا يعملون لسليمان عليه السلام ما يشاء من محاريب وتماثيل، وهي أماكن العبادة الخالصة لله، يعملون له ما يشاء من محاريب. ونحن نؤمن بأن بناء أماكن العبادة كان بناء في غاية الروعة والجمال والدقة، لا كبناء الآشوريين والبابليين في ذلك الوقت. فبنى سليمان دولة قامت بنهضة حضارية شاملة، منها البناء المعماري المتفوق والمتميز في ذلك الوقت، وطبيعي أن يبني سليمان عليه السلام دور العبادة في دولته الواسعة. وأما هيكل سليمان عليه السلام المزعوم والنصوص التي تخيلها كاتب تاريخ اليهود على أن مكانه المسجد الأقصى حاليا، فهذا محض افتراء وتزوير للحقائق، ما فيش له أي أدلة. وهناك تناقض واضح في روايات الأسفار التي تحدثت عن الهيكل وعن تحديد مكان بيت الله، مما يؤكد قضية الهيكل من أولها إلى آخرها لا يمكن تصديقها، لأن ما ورد عنها في الأسفار من التناقضات والاختلافات لا يمكن أن تكون وحيا سماويا صادقا، فإن الوحي لا يتناقض، الحاجة اللي بينزل بها الوحي حاجة صادقة من رب العالمين. وهناك خلاف كبير بين علماء اليهود وحخاماتهم في تحديد مكان الهيكل، وهذا دليل دامغ وقوي على أن هيكل سليمان أكذوبة وأسطورة، حاجة كده هم صنعوها خلاص أو بيتخيلوها في أذهانهم. إن الآثار الأموية والعباسية والعثمانية تدل على إسلامية المسجد الأقصى البحتة التي لا يشترك معها أي ديانة أخرى، وأنسف الإدعاءات الباطلة لليهود بوجود أي أثر لهم في المسجد الأقصى. وإن وجود المسجد الأقصى قبل الهيكل المزعوم بأزمان طويلة من أقوى الأدلة التاريخية التي تبطل مزاعم اليهود وتكشف مدى مصداقية الرؤية الإسلامية في حق المسلمين بالمسجد الأقصى وفلسطين. معنى الهيكل إيه؟ يعني الهيكل إيه عند في زعم اليهود؟ هم بيفكروا في إزاي؟ قالوا إن الهيكل كلمة يقابلها في العبرية بيت همقداش، أي بيت المقدس أو هيخال، وتعني البيت الكبير في اللغة السامية، وهو الطريقة التي كان يشار بها إلى مسكن الإله على حد زعمهم. ومن أهم أسماء الهيكل بيت يهو، والهيكل أعد أساسا ليكون مسكنا للإله. وفي سفر الملوك عندهم
حينئذ تكلم سليمان قال ربي إنه يسكن في الضباب إني قد بنيت لك بيت سكني مكانا لسكنك. ده عندهم يعني. ويعتقد اليهود أن خيمة الاجتماع التي يسمونها قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدم على مجيئهم بيت المقدس. يعني شوف جبروتهم عارفين ان هم كانوا عبدوا اله غير الله، وبرضه يعني مش عارف التناقضات اللي هم فيها. وانها مسكن الرب، افتراءات طبعا وادعاءات. وقد كانت مع بني اسرائيل في التيه لما كانوا تايهين، لما ربنا يعني حكم عليهم بالتيه، يصلون اليها وهي قبلتهم. وان يوشع بن نون لما دخل بيت المقدس نصب هذه القبة على صخرة بيت المقدس فكانوا يصلون إليها، فلما بادت صلوا إلى ملحقها وهي الصخرة، ويرون أن أرض المقدس هي أرض الهيكل وأن مسجد الصخرة هو مكان قدس الأقداس داخل الهيكل. وهنا تكمن خطورة هذا المعتقد وما يترتب عليه من ضرورة هدم المسجد الأقصى المقام على أرض الهيكل حسب زعمهم. يعني بيتبين لنا من كل الكلام ده ايه؟ ان الهيكل عقيدة يهودية وله قدسية خاصة في الفكر اليهودي ده في دماغهم هم، وان اليهود يعملون ويخططون لإعادة بنائه من جديد في نفس المكان الذي يزعمون انه بني فيه هيكل سليمان، وهو فوق هضبة الحرم القدسي حيث مكان المسجدان الإسلاميين الأقصى وقبة الصخرة، وان الحفريات تحت الحرم القدسي الشريف التي يقوم بها اليهود منذ احتلالهم القدس لم تثبت شيئا من مزاعم اليهود في وجود الهيكل، وأن علماء الآثار من اليهود وغيرهم قد كذبوا مزاعم اليهود في وجود الهيكل تحت الحرم القدسي. ثالث حاجة، أحقية المسلمين في حائط البراق. عندما حدثت اضطرابات في القدس بين اليهود والمسلمين وزعم اليهود أن حائط البراق جزء من هيكلهم القديم، وحدثت ردود فعل مختلفة فلسطينية وعربية وإسلامية، واستمرت الاضطرابات سنين، وفي عام 1930 تم تشكيل لجنة دولية لدراسة المشكلة وكتابة تقرير عنه وافق مجلس الأمم يوم 14 مايو 1930 على تشكيل هذه اللجنة بقيادة شو. وقد حضرت اللجنة إلى القدس في 19 يونيو 1930 وأقامت شهرا كاملا واستمعت لعدد كبير من شهود العرب واليهود، كما اطلعت على جميع الوثائق المقدمة إليها من الفريقين، واستمعت إلى مرافعات المحاميين والذين أحضرهم الطرفان، ثم كتبت تقريرها والذي منه للمسلمين وحدهم تعود ملكية الجدار الغربي ولهم وحدهم الحق العيني فيه ولكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك وقف الملك الأفضل ابن أخي صلاح الدين الأيوبي وللمسلمين، وكذلك تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي أو الشرع الإسلامي. فهذا التقرير الدولي يشهد بحق المسلمين بحائط البراق التاريخي والديني والقانوني. آخر حاجة، دائرة المعارف البريطانية جاء فيها ليس من المؤكد أن الهيكل كان في حرم المسجد الأقصى، خاصة وأن تيتوس عندما هدمه عام 70 ميلاديا لم يترك فيها شيئا قائما وطمست سائر معالمها. يعني كل الادعاءات اللي بيعملوها دي من الآخر زي بنقول ايه، بلح، مفيش أي حاجة من الكلام اللي هم بيقولوه ده. كل دي حاجات في مخيلتهم، حاجات هم بيدعوها عشان يحتلوا القدس بأي طريقة وخلاص. فده كانت قصة هيكل سليمان. يا رب ما كنتش أطلت عليكم، وأنا كل ده بحاول إن أنا أوضح حقائق فعليا حتى للعالم كله. أنا حتى بترجم الفيديوهات دي بكذا لغة فعليا عشان الناس تعرف الحقائق. ساعدونا إن احنا ننشر الحقائق دي. وطبعا قبل ما أختم الفيديو، ما تنسوش الدعاء لأهلنا، وما تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كملت معايا الفيديو لغاية دلوقتي ما تنسانيش من اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم.